السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة الديكور والتدبير المنزلي مع أمل. اليوم بغيت نقدم لكم وصفة ديال سلطة ديال مطيشة والفلفلة اللي كنصوبوها في المغرب، ولكن بنكهة مختلفة. صدقوني بأنها كتكون لذيذة بزاف، وهذه الوصفة غنتبعوها أيضا بشراب منعش في هذا الوقت الحار أو الأجواء الحارة اللي كنعيشوها حاليا. نبداو بسلطه ديال الفلفله ومطيشه. اش غيخصنا؟ فلفله حلوه واللي كيبغي الحار كتجي لذيذه بزاف ياخذ فلفله حاره، وعصير ليمون والطماطم المعدنوس والثومه زيت الزيتون والكمون والملحه والبزار. اش غنديروا في الاول؟ هو اننا غناخذوا الفلفله نشويوها. اذا الفلفله من الاحسن تكون فلفله خضراء، نشويوها مزيان سواء في الفران سواء على الفخر او في الموقد. وغنشوي ايضا الفلفله الحاره، واللي بغى يشوي الثومه حتى هي كتعطي لذه مزيانه. اللي بغى الثومه يخليها خضراء يخليها خضراء. ايضا يمكن لكم تشويو الطماطم بنفس الطريقه. هنا باش نسهل عليكم عمليه الشي، سواء الفلفله او الطماطم او يعني الثومه، من الاحسن انكم ديروها في قضيب ديال الشي. راه كنت درتها في فيديو سابق، راه يمكن لي نخلي لكم يعني الطريقه في رابط او في صندوق الوصف لهذا الفيديو باش تشوفوا الطريقه سهله باننا نشويو الفلفله. اذا بعد ما تشوات الفلفله بالطبع غادي نقشروها، وكنأكد ونعاود ناكد بان باش تقشروا الفلفله ما كتحتاجوهاش ديرها في كيس بلاستيكي، لان هذا يسبب ضرر مباشره، راه القشره في دغيا كتحيد. اذا من بعد ما قشروا الفلفله ونقطعوها غادي ناخذوا الثومه. بالنسبه للثوم غنوضعوها في مهراز، غنضيف لها كميه من الملح على كل واحد على حسب الذوق. وغناخذ الفلفله حاره، هذا بالنسبه اللي كيبغي الحار. هي هاد الشرطه كتجي حاره يعني ممتازه، تقدروا ديروا غير كميه قليله من الحار. مثل انا الان هاد الفلفله لقيتها حاره بزاف ما غنديرهاش كلها، فبالتالي غناخذ غير نص كميه. غادي ناخذ هاد المهراز غادي نبقى ندق فيه ديك الثومه والملحه والفلفله يعني حتى تكون ليا مثل العجين. اذا ملي تكون هذا العجين غنضيف زيت الزيتون. كنعرفوا بان سلطه الطماطم كتبغي زيت الزيتون او زيت ارغان باش كتكون لذيذه بزاف. وغنضيف التوابل اللي هي الفلفل الاسود او البزار والكمون. اذا هنا في الاسود ما نكتروش، ولكن الكمون كنعرفوا بانها كتبغي الكمون، اذا نديروا كميه مناسبه ديال الكمون ونخلط مزيان. ونضيف اخر المطاف غادي نضيف عصير الليمون. ايضا عصير الليمون كيجي لذيذ، ما عندكمش ديروا الخل، ولكن عصير الليمون هو اللي كيجي احسن. اذا هنا كنكونوا وجدنا واحد الصلصه ديال هاد الشلاضه. هنا بالطبع غادي نرقد في هاد الصلصه اللي كونت، غادي نوضعها في علبه وغنوضع فيها الفلفله حلوه اللي مقطعاها قطع صغيره. لا لاحظتوا انا ما ضفتش مازال الفلفله حاره، خفت تجيني حاره بزاف. اذا هنا الحار على كل واحد على حسب الذوق. اللي ما بغاش يدقها في المهراز يكفي انه يقطع كل شيء قطع صغيره ويخلطهم. غنوضعها في الثلاجه لحين التقديم. اذا انا هنا قطعت الطماطم قطعوها اخر لحظه هي والمعدنوس. وملي تبغيو تقدموهم يعني غادي نخلطوا الفلفله مع مطيشه، فصدقوني جربوها وما غتندموش. اللي كيبغي الثومه وكيبغي الحار فغتجي هذه الوصفه رائعه. بالنسبه للفلفله حاره والفلفله حلوه، الا بغيناها دائما تكون في المتناول ديالنا، وهذه كنت قدمتها في فيديو سابق، اننا يمكننا من بعد ما نشويو الفلفله مثلا هنا عندي كندير فلفله حاره غنزيد عليها الثوم والملحه،
وغادي نضيف ليها زيت الزيتون، او بالنسبه اللي ما عندوش زيت الزيتون يوضع زيت عاديه ويغطيها بهذا الزيت، كتبقى مده في الثلاجه، يعني هذه المده تتجاوز 10 ايام. اذا بسهوله تكون عندنا الفلفله موجوده وقت ما بغينا نحضروا السلطه. نفس الشيء بالنسبه للفلفله الحلوه، حتى هي نقلوها مع الثومه وزيت الزيتون والملح ونوضعها في الثلاجه، وقت ما احتاجتها فكتكون موجوده عندي لتحضير السلطه. اذا هذه الوصفتين راهما عندكم في الفيديو السابق اللي حضرت فيه 4 انواع لطرقات الفلفله. غنخلي لكم ان شاء الله رابط الفيديو في صندوق الوصف. نمر الان بالنسبه للشراب المنعش. اذا شنو غيخصنا هنا؟ هاد الشراب غنديروه بمشروب غازي طبيعي، اما يكون يعني طبيعي بدون سكر بالنسبه اللي ما كياخذوش السكر، او يعني اللي كيكون حلو بالنسبه اللي ما كيهمهمش انهم ينقصوا من السكر. بالاضافه لهاد المشروبات الغازيه غيخصني الليمون او الحامض، من الافضل اللي يكون قشرته خضره، وايضا الزنجبيل او سكين جبير اللي كيكون طري. اذا غناخذوا القشره ديال حامضه وغادي نحكوها في الحكاكه الرقيقه، ما نحكوش معاها يعني الجلده اللي كتكون بيضاء راه كتكون مره، ونحكو ايضا هاد السكنجبير على حسب الكميه. كي اللي كيبغي مجهد يكثر، ما بغاش ما كيبغيش النسمه كثيره ما يكثرش. وغنعصروا هاد جوج ليمونات او اكثر. اذا هنا بالنسبه لهاد عصير حامض مع السكنجبير والقشره ديال الليمون يمكن توجدوا كميه كبيره، لاننا غنجمدوها في الثلاجه. اذا بعد ما نخلطوا هاد المكونات غنضيف عليه كميه قليله من الماء، يمكن تخليوه مركز بالنسبه اللي بغاه يبقى عنده مركز يخليه مركز. انا هنا غنضيف كميه قليله من الماء، ومن بعد غنوضعهم يعني في لي باطه ديال السوق ديال الثلج، غنوضعهم في المجمد حتى يتجمد هاد الخليط. اذا بعد ما تجمد هاد الخليط، لاحظوا باني ما عمرتش هاد بزاف باش يكون رقاق شويه، غنجبدهم غنوضعهم في كيس بلاستيكي، وغناخد المدلك وغادي نبقى نهرس هاد المكعبات ديال الثلج اللي تكونوا، غادي نهرسهم بانهم يكونوا يعني يوليو رقاق. هذاك الشيء جبت لكم مات ما يكونوش غلاط باش دغيا يتهرسوا. ومن بعد هاد كيولي سو فورم ديال الغرانيتي، اذا هذا غنخليه في المجمد عندنا دائما موجود، اللي نبغيه غادي نحتاجه. اذا الان غادي نوجد الشراب اللي عندي. اذا هنا اللي بغى يضيف النعناع كيعطي واحد النكهه ممتازه، غادي تاخذوا قطع ديال او شي ورق ديال النعناع وغضيفوا لهم يعني نص ملعقه صغيره من السكر، وغتبقاو تذوقوهم داك راس المهراز باش يعطي النكهه. ثم بعد ذلك غنوضع هذاك الغرانيتي ديال الحامض والزنجبيل في كيسان. اذا هنا كاس انا غندير فيه النعناع، وكاس اخر ما غنوضعش فيه النعناع، يعني ان عندكم بعد غادي هذا العصير غديروا نوعين. اذا اللي غندير فيه النعناع هو هذا، اذا غندير النعناع وغنضيف ليه يعني المشروب الغازي المحلى. هذا الشراب اللي كنسميوه حنا الموخيتو، جربوه راه ممتاز، واخا انني ما كنشجعش المشروبات الغازيه لان اللي فيها السكر، لان السكر كيكون فيها كثير، ولكن هذا راه كيعطي نكهه ممتازه. اذا هنا اما غديروا بالنعناع او فقط قلنا عادي بالزنجبيل. يمكننا ايضا نوضع فقط ماء معدني غازي بالنسبه للناس اللي كياخذوش السكر او عندهم حمية. انا فقط باش تكون عندي كميه السكر شيئا ما قليله، خلط المشروب الغازي المحلى والمشروب الغازي المعدني مع بعضياتهم باش يعطيني كميه السكر قليله، وها هو المشروب واجد. اذا احنا ما كنضيفوا هاد الاضافات
حتى نبغي نوضعو على الطاولة الطعام. إذا فبالتالي هذو مشروبين يمكن تجربوهم، راهما ممتازين ومنعشين في هاد الأجواء اللي كتكون ساخنة. كنتمنى الفيديو اليوم يكون راقكم، نال إعجابكم، جربوا هاد الوصفات السهلة والبسيطة، تشاركوها مع المعارف ديالكم. في حالة إعجاب ضغطوا على لايك وتشاركوا في القناة، وإلى فيديو آخر بإذن الله.